تقريبا الانتاج والاكتفاء الذاتي في ماده القمح الصلب. نتجنا دخلنا في الاطار الشعير، وين الجزائر تمكنت انها توصل تقريبا الى الاكتفاء الذاتي. ممكن كاين بعض النقائص خاطرش في مرحله وين بدينا ننتجوا هذا الشعير، وين توصلنا في الاكتفاء الذاتي. دخلوا لي زاغرو اندستريال الصناعيين الكبار اللي يحتاجوا هذه الماده، وداروا لنا شويه تذبذب في السوق اللي شفتوه هذا العام اللي فات. ولكن الجزائريين ينتجوا شعير تقريبا، رانا في ما بين 5 و6 مليون قنطار في استدير منتجه في اطار الشعير. الجزائر تستورد كميه كبيره من هذا القمح اللين اللي هو يدخل في انتاج الخبز، ولكن في هذه الاستراتيجيه لازمنا نعاودوا نراجعوا هذا الانتاج اللي هذا الاستيراد تاع القمح اللين اللي يمشي للخبز، باسكو ماهوش ممكن اننا ناكلوا كل هذه الكميه تاع الفارينه اللي هي مستورده في اطار الخبز. راهي تروح لانتاجات واحده اخرى صناعيه ولا تاع الحلويات ولا كذا. العام اللي فات الجزائر مشات حول انتاج 8000 هكتار نتاع الذره، كان فيها مردود معتبر. حنا رايحين مع الوزاره الوصيه اننا نسعوا لتكثيف من هذا الانتاج، خاصه وين وزاره الوصيه دخلت افيك باراده قويه، وين في اطار ورقه الطريق عندنا السقي التكميلي والسقي الكامل. في هذه الاستراتيجيه اللي تمكننا من تامين امننا الغذائي، وهذا راح يمد قوه للبلاد ويمد قوه للجزائري باش يكون يصنع وياكل واش هو ينتج. وثاني ما نقدرش نفوت هكاك برك مرور الكرام على الفلاحين المنتجين الحقيقيين اللي هما في ظروف صعبه مثل هذه، في شح الامطار، في هذه القيمه اللي ماهيش واصلتها الحبوب، ولكن مازالوا ينتج حتى بالخساره. وحنا عندنا كل ثقه في المنتجين تاعنا وفي البلد تاعنا وفي كل الناس اللي باغيه تساعدنا اننا ننميو زراعه تاعنا.